أهلا بكم من جديد في فقرة الدين والحياة مع فضيلة الشيخ جمال غول والموضوع حول فضائل الحج على حياة الإنسانية المسلم هذه الشعيره الدينيه والركن الخامس من اركان الاسلام اهلا بك فضيله الشيخ صباحك سعيد ايضا صباح الخير بارك الله فيك يا اخ محمد اهلا وسهلا فضيله الشيخ الاكيد اليوم هي سلسله من خلال المواضيع التي تقدمها ونقدمها للمشاهد شفنا الكثير من العبادات الان فضيله الشيخ نتكلم عن الحج بكل ما يحمله من قداسه من معاني وايضا من فوائد وفضائل على المجتمع اولا فضيله الشيخ ما هو الحج بارك الله فيك، بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد السلام. وعلى اله وصحبه. ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحج هو ركن من أركان الإسلام. الحج هو تلك الرحلة المباركة اللي فيها شحنة إيمانية كبيرة جدا جدا من خلال الإنسان الذي يعيش هذيك المناسك المتنوعة واللي عندها عندها اثار كبيره جدا على نفسيه الانسان وعلى المجتمع باسره. الحج هو العباده اللي تجمع كل انواع العبادات. كيف الحج فيه تجتمع فيه العبادات القلبيه صحيح. والبدنيه والماليه. الحج فيه اول حاجه هو التوحيد. لما لما يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حجا. فهذا خلاص الدار التوحيد لله سبحانه وتعالى فيه الصلاة في الحج, دي. الحج نصلي اللي هي عماد الدين فيه الزكاة فيه إخراج المال الان باش نروحوا نحجوا لازم نخلصوا هذيك التكلفه تاع الحج اللي تظهر حقيقه انها شويه مرتفعه ولكن في هذا تهون هذا شويه غاليه نعم لظروف كثيره نعم. ولكن تهون انه الانسان يجيب هذا الركن حجه الاسلام والكثير هم متشوقون لأداء هذه الفضيله متشوقون نعم وكذلك فيها فيها الجانب الانفاق مم. من غير التكلفه فيه انفاق وفيه فيه ايضا الكثير من العبادات الاخرى فالحج هو عبادة شاملة تشتمل فيها كل العبادات فاللي يكتب له ربي سبحانه الحج فهي نعمة عظيمة جدا نعم. وهذا اصطفاء يعني شوف كاين ملايين صحيح صحيح كين يعني كل الناس كاين ملايير يعني يتشوقون وكل عام يديروا قرعة كل عام يديروا قرعة نعرف ناس داروا قرعة عشرين سنة وما خرجوش م. وما قدروش يتحصلوا على جواز سفر وبالتالي مازال تحرق في قلبهم باش يحجوا فالناس اللي كتب لهم ربي سبحانه الحج الله خيرهم ربي سبحانه فلازم يعرفوا هذه النعمه العظيمه لا تاع ربي سبحانه ويقدروا هذه العباده هذه فضيلة فرض الحج نزيد حاجه تفضل. في النقطه الاولى الحج ما خاص فقط بكبار السن الحج لكل مسلم بالغ عاقل نعم. حتى الشباب حتى اللي جان راح هذه النقطة غير نعم. انت تكلمت عليها لأنه مهم جدا صحيح انه انه الشباب نذهب ي... إلى الغاية من فرض الحج، لماذا فرض الله سبحانه وتعالى فريضة الحج وجعلها ركنا مهما من أركان الدين الإسلامي، الحج لمن استطاع إليه سبيلا وعلى من تفرض هذه الفضيلة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس فجعل الحج أحد الأركان الخمسة لهذا الدين اللي هي الشهادتان والصلاة وصوم رمضان وإيتاء الزكاة وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا بمعنى ليكتمل هذا الدين بهذه الركائز الركائز والأركان الخمسة اللي هما من بينها هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وهو وهو الحج. هذا الحج هو واجب على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع. ما انت مستطيع ما أنت الاستطاعه البدنيه والنفسيه والعقليه والاستطاعه الماليه فهناك من يملك المال ولكن عاجز على انه ينتقل ويسافر الى بلد اخر ويدير المناسك في مكه المكرمه هناك من عنده القوه البدنيه ولكن ما عندوش المال صحيح وبالتالي يسقط عليه هذا الحج هناك من له القدره البدنيه والقدره الماليه ولكن ما عندوش ما في القرعه ما عندوش جواز سفر وبالتالي يسقط عليه ايضا هذا هذا الحج المهم الانسان دائما ينوي او دار النيه باللي كلما وفقني الله كيقدرني كي ربي سبحانه احج طيب فضيلة يا الشيخ وربي نذهب نوعا ما الى التاريخ الاسلامي وقبل ذلك كان الحج متواجد كانوا الناس يحجون الى الكعبه حتى في الجاهليه وكانوا يطوفون نعم. حول تلك الاصنام التي كانت متواجده في الكعبه الاسلام اتى وكانت اول دعوه الى انه تحطيم تلك الاصنام وتبقى بيت ابراهيم هذيك للعباده للمسلمين لماذا هذه القدسيه للكعبه ولمكه المكرمه ايضا نعم هو في الجاهليه كما ذكرتم كان كان هناك الحج ولكن كان بطريقه خاطئه صحيح. بطريقه فيها كثير من المفاسد حتى انه كانوا يطوفون بالبيت عراة والعياذ بالله وهذا لا يليق وهذا مخالف للفطره فجاء الاسلام وصحح كل ما كان خاطئا كل ما كان مخالفا للعقيده الصحيحه كل ما كان ليس من من تنزيل الله سبحانه وتعالى، فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم وعلمنا المناسك والطريقه الصحيحه لاداء الحج لله رب العالمين، مم. فقال عليه الصلاه والسلام قال خذوا عني مناسككم، فعلم الصحابه كل المناسك، كل الهدي الذي ينبغي ان يتبعه كل حاج في في حجه الى بيت الله الحرام، لماذا الكعبه؟ الكعبه جعلت في جعلت رمزا للتوحيد. مم. الديانات الاخرى اللي فسدوا دينهم وحرفوه جعلوا لله اندادا جعلوا له ولدا والعياذ بالله م. جعلوا له شريكا جعل له الهه اخرى يعبدون من 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 غير الله فالكعبه هي ليست القدسه في الحجر اللي مبنيه منه م. ليست لذاتها يعني كحجاره هي تجمع ولكن لمعناها القوي اللي يجتمع هناك المسلمون حولها م. من اجل ان يظهروا الاخلاص في العباده لله تبارك وتعالى، متبعين في ذلك مله ابراهيم عليه السلام، ومنذ ان بدا هذا الحج من الانبياء والرسل. نعم. فهي رمز للتوحيد، وهذا التوحيد مهم جدا، لماذا؟ لانه امم امم اهلكها الله، لما ما عرفتش الطريق الصحيح للتوحيد، لما خلطت في العباده مع رب سبحانه، رب سبحانه هو الاله الوحيد الذي يعني تحق او يستحق العباده من غيره فنخلص كل عبادتنا لله سبحانه وتعالى فكانت الكعبه هذه الرمز لهذا لهذا التوحيد يحج سنويا اكثر من 2 مليون حاج في العربيه السعوديه في العالم بكل انواعهم وبكل اجناسهم بالتاكيد فضيله الشيخ وهذا الحج عنده رمزيه ليس فقط للمسلمين لانه حتى في الحج تنقل صور في وكالات الانباء ويتكلمون عن الحجاج وفي تلك المشاهد الجميله وهم يرتدون الابيض طيب فضيله الشيخ الان نتكلم عن مناسك الحج للحج مناسك كما للعبادات الاخرى مناسك ما هي أهمها وكيف نستعد لها قبل أن نتكلم عن المناسك الأكيد أن الحاج يستعد نعم. لتلك الفريضة يستعد جسديا يستعد فكريا روحيا الاستعداد فضيلة الشيخ خاصة في هذه الأيام المباركة قبيل الحج كيف يكون قبل أن يتعلم الحاج المناسك نعم حقيقة لكل عمل يراد أن يكون ناجحا لا بد له من تحذير مسبق م. كنا نشوف الصباح عمليه الاحماء صحيح باش ينجح الانسان الرياضي فيما يريد ان يصل اليه لابد من احماء لابد من تحضير كذلك في العبادات وكذلك في كل المشاريع الدنيويه والاخرويه من التحضيرات اللازمه اللي ينبغي انه يبدا يبدا يحضر فيها الحاج اللي راهو يحج ان شاء الله هذا العام فاول حاجه هو قضيه النيه على مستوى وخاصه الجزائر استسمحوا قضيه الشيخ يعني انطلقت اول طائره قبل ايام قليله يومين يعني يوم يعني الاربعاء والبارح الطائره الثانيه صح. واليوم ان شاء الله ان شاء ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يوفقهم ان شاء الله ويتقبل منهم جميعا قلت اول حاجه هي النية لان بعض الناس يعني يخلطوا في النية بعض الناس يقول لك باش يتحصل على اللقب تاع الحاج يعودوا يعيطوا محمد يقولوا الحاج محمد <applause> جمال الحاج مكانة اجتماعية جمال. نعم حاجة. وهذا هذا هذا لا يليق ان يكون هو الهدف أو الغاية. هو المقصد مم. اذا كان تبع يعني النية تاعي نحج ربي سبحانه من بعد الى الناس قالوا لي الحج مشكلة. لكن ما كاش مشكل. نقص الاعضاء كما نقولوا في المجتمع تاعنا كاين يقول لك الحج باش نقص الاعضاء نعم لا هذا هذا هذا, نعم. هذا مقبول نعم. يعني لانه لانه الحج سوف نذكر م. يعني الفوائد تاعو الفضائل تاعو يعني يطهر الانسان م. من الذنوب. الحج يجب ما قبله يعني المعاصي والذنوب اللي درناها من قبل ربي حييناها يمحي من وكان يمحيها الانسان يلد جديدا. يرجع مولود جديد بعد م. الحج لمن كان له الحج الكامل، الحج المقبول، الحج المبرور. اذا التحضير الاول إذن يصحح النيه راح نحج نجيب الركن الخامس مه. باش نعبد ربي سبحانه باش ربي يتقبل مني ويعطيني الاجر تاع تاع الحج الامر الثاني لابد ان ان يتحضر آ... ذهنيا الان هو سوف ينتقل الى بلد اخر عاداته غير عاداتنا الحراره مرتفعه اكثر من بلادنا للزحمه فانسان متعود اللهجه اللهجه كاين الشيوخه ما يفهموش هذا نعم. الشيخ نشوفو حتى الشيوخه يضيعوا يعني المشكله فيما يقع بعد يعني مشكورين هذه البعثات اللي تنظمها الوزاره في كل سنه يعني يشوفوهم انهم ما بكاش حجاج يضيعوا في الحج الجزائريين نعم. ولا يتيهوا لكن كاين مرافقين, مرافقين ويقوموا بعملهم لكن للاسف الشديد نشوفوا انهم الحجاج يعاودوا يوليهم شوكيين كاين حجاج يعودوا يوليهم متفاجئين يقول لك نعم. ما فهمتش واش كانوا يتكلموا ربما ايه لكن المرافقين هم جزائريين هم يعني من يهضروا بنفس نفس قلت لانه التحضير مهم جدا ذهنيا علاش لانه انسان موالف موالف يرقد كما يحب يقعد كما يحب م. يمشي كما يحب الان تما كاين ظروف معينه الانسان ماشي معتاد على الزحمه كاين طقوس معينه كاين زحمه كبيره كاين حراره كبيره فنوجدوا هذا الحاج باللي كاين ظروف متغيره الانسان يتاقلم معها ماهيش حاجه مستحيله ولا حاجه صعبه ولكن نحضروه حتى يكون هناك مستحيل يكون هناك يعني قابل متقبل لتلك التغييرات اللي اللي توقع له على مستوى الظروف المعيشيه اللي مهم. يكون فيها. ثم لابد من 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 التحضير المهم جدا وهو التعرف وتعلم المناسك مم. هنا قبل ما يروح لتما باش ما تلفلوش وباش ما يسمعش لفتاوى متعدده، تما كل واحد واش يفتي، كل و... كل مذهب كل المذاهب موجوده تما هناك، فهنا لابد انه يروح للجامع الجامع اللي يصلي فيه عند الامام تاعه ويعلموا المناسك المناسك يعني سنتكلم عنها فضيله الشيخ صحيح. ربما سنتوسع فيها حتى في الاعداد المقبله الاخ لنا ربيحيين بالتاكيد في المواعيد المقبله نتكلموا الان عن دور هذه الائمه من خلال المناسك ايضا تعليم الحجاج الان الحاج قبل ما يروح الاكيد انه يكون عنده معلومات سواء كان متعلم ولا يكون امي ايضا يكون عنده معلومات حول هذا الحج الاكيد الجميع يحب الحج لكن الحج بالطريقه الصحيحه كيف يكون فضيلة شيخ قبل المناسك أصلاً يعني إحنا تكلمنا عن النية تكلمنا عن نعم التحضير نعم. الحج صحيح كيف يكون ما هي اركانه طبعاً الحجاج اللي يحجوا كلهم يحجوا ولكن ليس كلهم يكون عندهم أجر وثواب الحج المبرور الحج الكامل إن شاء الله الحج المبرور قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة يعني سبحان الله مكرمة عظيمة جدا ربي يغفر لك الذنوب اللي درتها في 40 سنة في 50 سنة في 60 سنة وتكون تكتب لك الجنة وانت مازالك عايش في هذه الحياة الدنيا مم. الحج المبرور هو الحج المقبول هو الحج <applause> اللي الحاج يجيب جميع الأحكام اللي لازم يجيبها المناسك اللي لازم يديرها يست... تكون مستوفية لما علمنا إياه نبينا صلى الله صلى صلى عليه صلى وسلم صلى. الحج الأولى باش يكون حج مبرور أن يكون لا سمعة فيه ولا رياء والاخلاص. ماشي نحج باش يقولوا فلان حج الله يبارك، فلان حاج، لا لا خليك من الناس، الناس ما ينفعوكش في هذا الجانب هذايا، دير النيه انك تحج لربي سبحانه، خليها بينك وبين ربي سبحانه، اذا الاخلاص ما يكونش فيه السمعه وما يكونش فيه الرياء. الامر الثاني لازم يتعلم الاحكام. وحنا في الجزائر راهم يديروا الدورات في كثير من المساجد و... ويجيبوا الكعبه ويجيبوا المناسك محاكات محاكات ويديروا لهم باش, باش على الاقل يهيئوهم ويعلموهم ميتمبنو. وترسخ ترسخ في في اذهانهم وتما يزيد يمشيوا معاهم يعني يرافقوهم تما اذا يجيب يتعلم يجي الاحكام باش يجيب المناسك كاين انسان حج حج وما دارش الطواف الحج هو ماهوش ماهوش كامل نسى الطواف حج حج ما راحش العرافه في يوم عرفه فما ولاش هذا ما ولاش حج لازم المناسك يكون حريص على ان يؤديها يؤديها كما على النبي تاعو في الحج فقط ما يبقاش غير فتاه باش ما ينساش الوقت ايضا هذا هو بارك الله فيك آه. آه ثم لابد ان يكون النفق من حلال مم. الانسان اللي راح يحج يشوف الاموال تكون طيبه وتكون من الحلال باش ربي سبحانه يقبل ربي ربي سبحانه طيب سنو لكن إلا الحديث فضيلة الشيخ استسمحك فقط عذرا لاننا في تمام التاسعه وموعدنا بالطبع مع موجز هم الانباء الساعه تمام التاسعه ياتيكم بعد قليل من الدين يخلف لتقديم موجز هم الانباء نعود ونواصل النقاش بالتاكيد مع فضيله الامام جمال غول الحج لله سبحانه وتعالى كيف يكون؟ إذا توقفنا عند الحج المبرور صحيح. أو الحج المقبول قلنا من شروطه أولا النية أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى لا سمعة فيها ولا رياء الأمر الثاني لابد أن يتعلم ويؤدي المناسك كاملة كما أداها نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث لابد أن تكون النفقة المال الذي يحج به يكون من حلال مه. الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا إلا طيبة ثم قلنا أخيرا لابد أنه يبتعد عن خوارم المروءة ويبتعد عن الجدال والرفث الله سبحانه وتعالى قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وهذه لاحظوها هناك يعني الحجاج يعني يكثرون من الجدال مع الباعة صحيح يشري يشري أمور هكذا فيجادل الناس وهو محرم مش نقص له السومة مش نقص له السومة ولا ما يعجبوش الفندق وهو م. محرم يبدا يقول كلام شفناه حتى كلام السنة الماضية عفوا قبل الماضي يعني قبل السنوات قبل الماضية يعني قبل الانقطاع الذي سنتكلم عنه وشفنا بعض الحجاج يتذمرون ويتكلموا بكلام يعني خارج عن هذاك المكان وحرمة الكعبة الشريفة، تكلموا الآن عن اشتياق الحجاج بعد سنتين من الانقطاع بأتاكيد، الموسم الماضي والموسم اللي قبله ما كانش حج للأسف شديد لظروف نعم صحية. نعم حتى الحج كان شوية يخضع فقط للناس اللي تقيم في السعودية. الان عوده الحج بالنسبه للدول بما فيها الجزائر الحجاج متشوقون فضيله الشيخ هذا الشوق الاكيد راح يجسدوه في في الكعبه الشريفه راح يتلاقاو ببعضهم البعض راح يشوفوا الاماكن اللي كانوا يحلموا انهم يزوروها يعني الشوق هذا قد يولد اشياء اخرى كيف يكون الانسان يضبط في نفسه يضبط في سلوكه باش يكون مثال جميل ومثال يقتدى به ويحتذى به ايضا نعم حقيقه الحج هذا العام هو حج استثنائي م. لانه جاء بعد انقطاع تاع سنتين وايضا لانه مازال هناك بعض التخوفات من م. من الوباء أو ما الى ذلك فبقدر ما الحجاج الان متشوقون واعرف ناس كثيرين يعني يعني لو كان الان هو معول حج زال عنده الامل الحج ولو كان ما لا قدر الله ما لانه شوق كبير للوصول الى هذه البقاع المقدسه ولكن في نفس الوقت هناك بعض التخوفات لانه مازال ما على ما بالناش واش بعد الانقطاع اللي صار لمده سنتين مع الظروف الوبائي ولكن نتفائلوا خيرا انه راح يمر هذا الحج يمر بطريقه جيده علاش؟ لانه الاعداد قليله وكلما قل العدد كلما سهل في اداء المناسك من خلال من خلال ما يكونش هناك زحام كثير ما يكونش هناك عقبات معينه كانت تقع لما تكون اعداد كثيره جدا جدا الحجاج لما لما الان يعني يتوجهوا الى هذا الحج رايحين رايحين يجيبوا شحنه ايمانيه كبيره صحيح. جدا جدا وفي نفس وفي نفس يعني بالمقابل راح يروح لتما باش باش يندم على المعاصي شوفوا لو كان نتاملوا نتاملوا في في منسك من المناسك اللي هو الطواف <applause> الطواف لما نطوفوا على الكعبه شوف تامل يعني احنا نطوفوا نخليوا الكعبه على يسارنا نطوفوا في هذا الاتجاه وهذا الاتجاه ماذا يعني عكس هذا عقارب, عقارب الساعه وش معناها؟ معناها معناها الانسان الحاج لما يكون يطوف راهو يرجع للوراء في حياته ويشوف يغفر ويشوف الاخطاء مم. اللي ارتكبها في حق الله تبارك وتعالى ويندم عليها ويبكي للتامل اشواط اخرى او يرجع اللور في حياته ويتفكر وكانها محاكاه للحياه تاع الانسان السابقه طيب صحيح باش يندم على المعاصي اللي دارهم مع والديه اللي دارهم مع اولاده مع خاوته مع زوجته الى اخره فهي فرصه ليراجع نفسه جيدا فيخرج ان شاء الله من الحج وهو انقى قلبا واصفى واطهى نفسا ويجي عنده عزيمه كبيره على الخير ويجي يعني عنده عود صلب لمقاومه الذنوب والمعاصي طيب. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من حجة فلم يرفث ولم يفسق راجع كيوم ولدته امه يعني يرجع مم. مولود جديد يعني انشاه الله خلقا اخر يبدا مسيره حياتيه مستقبليه بطريقه متغيره لا. الان كيفاش يقدر يكون هذا التغيير يحس به الحاج؟ شوف كلما كان الحج مبرورا كاملا كلما كان الاثر في حياه الانسان مستقبلا ظاهرا وكلما نقص في الاخلاص نقص في, في الواجبات نقص في الحج المبرور كلما كان التاثير تاع هذا الحج في نفسه مستقبلا ينقص فلذلك يحرص الحاج ما يهمه حتى حاجه في الحج خليه من من الدكاكين ولا والحوانت والفسحه يركز على ان يكون حجه كامل المبروره صحيح. وسوف يرى الاثر لما يرجع من واضحا من على حياته على اكيد انه من خلال هذه النصائح اللي قدمناها قبيل الحج والاستعداد للحج نتساءل عن مده الحج الاكيد انه نعرف جميعا المقوله اللي تقول للحديث الحج عرفه اللي هو الحديث الصحيح للرسول عليه الصلاه والسلام يعني هل الحج فقط يوم واحد ولا يومين فضيله الشيخ وهي وما هي المده الصحيحه للحج طبعا الحج ليس معناه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه معناتها غير يوم عرفه وانما حبيبينا قيمة يعني ركن عرفة. عرفه ركن عظيم جدا في صحيح. الحج لانه عرفه هذا يوم عظيم جدا مم. يعني الانسان اللي بلغ ربي يصبح اليوم عرفه هذا يعني محظوظ حظ كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لانه الناس اللي يكونوا في عرفه الناس اللي يكونوا في عرفه جميعهم بدون استثناء الله سبحانه وتعالى يغفر لهم جميع الذنوب ويعتقهم من النار الا واحد برك شكون م -م. هو الذي يظن بان الله لا يغفر له م -م. اما البقيه مهما كان ذنوبهم فهذاك النهار هو يوم عظيم لذلك هو من 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 هو اليوم اللي يكون فيه الشيطان في احقر حاله وابحر حاله لما يرى من مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمات الله اللي هو محروم منها الشيطان بمعصيتهم فالآن أيام الحج يعني الحج يعني مده الحج وزمن الحج يبدا في من شوال الى ذو الحجه المناسك تؤدى تؤدى اهم المناسك يعني من اول شوال الى العاشر من ذو الحج الى بعد بعد العاشر بعد في مناسك بعد العاشر بعد العاشر وقت ما راح الحج اذا كان متمتع يدير عمره تاعو ثم يتحلل ويبقى صحيح. في مكه المكرمه بعد ذلك يبدا الحج من يوم الترويه م. اليوم الثامن من ذي الحجه صحيح. نهار قبل عرفه ثم يحرم من جديد يحرم يدير نية تاع الحج وينطلق الى هي نية جديدة تجديد النية كما تعرف هو الدخول في والدخول في مناسك الدخول في, في, الحج لانه دخل متمتع مع أن تدخل بالعمرة صحيح الا اللي كان داخل قارن ولا داخل مفرد من الاول دخل بالحج هذاك نعم خلاص هذه انواع لا يحرم مرة ثانية فهذا الذي يوم التروية يبدا يبدا يوم التروية يحرم هو اليوم الثامن يوم الثامن يحرم يدير نيه يعني الحج يعني الحجاج الحجاج يشوفوا فينا اليوم الثامن تعاودوا تجهزوا للمناسك, للمناسك الحقيقيه الحج نعم. هي المناسك الكبرى للحج نعم. ثم بعد ذلك يروح العرفة اللي هو الوقوف بعرفه الوقوف بعرفه ليس المعنى ان يقف الانسان وقف الدعاء ان يكون حاضرا في حدود م. عرفه عرفه كبيره وليس معنى ان يكون في جبل عرفه جبل الجبل الموجود في عرفه وانما وانما ارض عرفه كلها كلهم يعني يشوفوهم يتدافعوا عندك الحق في هذه النقطة فضيلة الشيخ يعني نعم. قبل ما نتكلموا على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام نتكلموا على النقطة اللي أثرتها اللي هي مهمة جدا نشوفوا أن الناس تحب تطلع كاملة فوق جبل عرفة ونشوفوا التدافع الناس. نشوفوا الناس تطيح ناس تمرض الناس, الناس. إلى وهذا إلى غير ممكن أذية الناس وكلهم و... فقط التواجد في عرفة يكفي نعم النبي صلى الله عليه وسلم وقف تحت الجبل الجبل الصغير في عرفة وقال وقفت هنا وعرفة كلها موقف مع أنت وين تكون انت مع البعثه نتاعك راك هذاك في موقف في عرفه لازم تكون في عرفه بمعنى ماشي تكون واقف وانما تكون جالس تكون متكئ المهم عرفه تكون موجود تكون متواجد موجود في عرفه في ذلك اليوم بعد الزوال حتى غروب الشمس وكاين بعض الناس يستعجلوا بعد الزوال للغروش. لو معناها فضيله يعني هما يجيو صباح ولكن صباح ماهوش ماشي ماشي لازم يكون صباحا المهم يصل الى عرفه بعد الزوال بعد الظهر أه. يعني بعد الوحده لازم يكونوا في إحنا كيما حنا الجزائري يدوهم يعني ها من قبل يدوم من قبل يضمنوا باللي يكونوا يعني يتبعوا البعثه البعثه تقوم بعملها اللي كان وحده كان قادر على يعني واحد واحد الشاب ولا يقدر يدير السنن الاخرى اللي هي السنن تسمى يتجهزوا قبل انتم بصفتكم تعرفوا هذا الركن يعني قبل بعد الزوال باش ما يوقعوش سيركولاسيون ولا مشاكل تاع الطريق يتجهزوا قبل ما يخلوهاش حتى صحيح هذا هو حتى الان بعض الحجاج يستعجلوا الخروج من عرفه ولازم يكون في عرفه حتى يتحقق من غروب الشمس. الاستعجال هذا من السنه؟ لا ما لازمش ما لازمش يستعجل ما حتى يتحقق من غروب الشمس مم. باش يبدا ينفر من عرفه الى 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 مزدلفه. يعني المناسك الصحيحه خلينا نتوقفوا نقطه بنقطه فضيلة الشيخ المناسك الصحيحه هي انه لازم يبقى بعد المغرب يبقى حتى, يتحق المغرب. حتى يتحقق المغرب حتى حتى يغرب تغرب الشمس باش يقدر يخرج من عرفه هذا هو الاحرام الصحيح هذا هو الوقوف الوقوف عفوا الوقوف الصحيح في عرفه وفي عرفه وش يدير في عرفه م -م. في عرفه هنا هذا يوم كامل يخصصه فقط للدعاء والذكر م -م. يدعو الروح لولاده لوالديه الميتين الاحياء للاصدقاء نتاعو الاصدقاء والناس اللي وصاوه فيكثم الدعاء فهو يوم مستجاب الدعاء وش يدعي 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 الامور تاع الخير تاع الدنيا والاخره ماشي غير الاخره صح ندعيوا الاخره ربي يغفر لنا ويدخلنا الجنه ندعو الامور تاع الدنيا ندعو صلاح اولادنا ربي يصلحهم ندعو اللي يفك ربي سبحانه العنت والفقر اذا كان انسان زوالي يدعو يفرج عليه ربي سبحانه اللي عنده دين اللي عنده هم اللي عنده كرب اللي عنده اللي عنده اي اشكال اللي عنده ديون الناس ما خلصوهش وناس مرقوها في في الديون فيدعو الله سبحانه وتعالى ربي يهديهم وربي يسلكوا من هذا من هذا الدين اللي عنده هو الدين يدعو ربي سبحانه باش يقدروا اللي عنده مريض يدعو بالشفاء اللي عنده مريض ما كانش حاجه مستحيله عند الله، حتى وقال الاطباء بلي هذا المرض في حساب الاطباء لا يشفى، مم. عند ربي سبحانه ما كانش لا يشفى، كن فيكون، فعرفه يعني الانسان اللي يخلص في الدعاء هيشوف المعجزات، وهذه ماهيش حاجه حاجه. شويه في المناسك؟ بعد ذلك بعد بعد الوقوف بعرفه اللي هو الركن الركين ينفرون. من عرفه الى مزدلفه باش يباتوا في مزدلفه في المشعر هذا من مشاعر الحرم ثم بعد ذلك صباح العيد يوم العيد يجيو, يجيو الى ما يذبحوش يجيو الى منن يبداو برمي الجمرات يرموا الجمرات الجمرات الكبرى فقط بعد ما يرمي الجمرات يذبح <applause> والذبح طبعا ما ماهوش بالانسان هو اللي يذبح وهنا يعني تشوفوا التدافع في رمي الجمرات فضيت. لكن الان الحمد لله يعني ولات <applause> <applause> داروا طوابق آه. داروا طوابق يعني تبدلت الحالة, الحاله حتى في الوقت يعني حتى وسعوا شويه من عمليات نعم. الاصلاح نعم. الاخيره في نعم. في السعوديه فهذه الاعمال تاع يوم العيد يوم العيد الاضحى الاعمال شنو هي رمي. ما فائدة الرمي بالحجر هنا في في من مناسك الحج أيضا؟ طبعا هو هو شكون نرميوه بالحجرة هذيك؟ طبعا هو هو هو, أمر معنوي ماهوش ماهوش تما الشيطان نضربوه يعني باش نفهموا المشاهدين يرمي الأحذية يرمي أمور مت مت. لا تجوز لأنه لأنه الرمي باين باين الطريقة تاعو صحيحة هناك حصيات نهزوهم من من مزدلفة ولا من من مينا ونرمو كم عددهم حصايات. سب سبع حصيات في اليوم الأول <applause> اليوم الاول تاع يوم اللي هو يوم عيد عيد الاضحى الاعمال يوم العيد هو رمي الجمرات ومن بعد عندنا الذبح ذبح الهدي وعندنا الحلق 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 ثم يجي طواف الافاضه اللي يقدر يروح يدير طواف الافاضه يروح اللي ما قدرش يبقى في في منن حتى يكمل الايام تاعو ثم يروح يدير طواف الافاضه اعمال الحج حتى في ترتيبها لا حرج اذا بدا برمي الجمرات ولا آه ما ما يأثرش على الحج بالحبل هذه ما يأثرش على صحه الحج هذا يقدر يذبح ومن بعد يروح يرمي الحجرات يقدر يرمي الحجرات هذا ما يأثرش اللي يقدر عليها الاولى يديرها نعم نعم بعد ذلك هذا اليوم الاول من بعد يبقى في منن كاين اللي يقعدوا يومين وكاين اللي يخلوا 3 ايام فمن تعجل فلا اثم عليه. نعم. على حسب ظروف الانسان. يعني هي على حسب هي تاعه ثابت ثلاث ايام، ثابت ثلاث ايام. هذا هو الاصل. الاكمل ولكن يقدر يقدر يدير يومين هذوك اليوم اللي فيه فيهم اليومين راهو هي إيه ايام اكل وشرب ويبقى مم. يروح يرمي الجمرات. صحيح. الكبرى والوسطى والصغرى، كل يوم من هذه الايام يرمي الجمرات حتى يكمل اليومين تاعو فينزل الى الفندق تاعو في مكه المكرمه، اذا كان دار طواف الافاضه. يوم العيد او دار خلاص اذا كان ما داروش ما المقصود بطواف الافاضه باختصار باختصار فضيله الشيخ هو مثل مثل هو ركن مش هيك فينا الوقت هو ركن نعم هو ركن من اركان صحيح. الحج كما 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 في العمره لازم يدير الطواف احنا في الحج عندنا عده انواع طواف عندنا طواف القدوم يعني لما يوصل مكة يدير طواف القدوم عندنا طواف الافاضه اللي هو الركن تاع الحج <applause> هو الحق هو, بعد هو عرف. اساس اللو... بعد عرفه نعم. وعندنا طواف الوداع نهار يكون خارج من مكه واش رايك فضيله الشيخ سنتعرف على كل هذه الاركان معكم فضيله الشيخ في الكعبه الشريفه راح تكونوا انتم في الحج نتمنى لكم حج ان شاء الله مقبول وذنب مغفور بالتاكيد فضيله الشيخ راح يكون معنا مهم. معك تواصل عن طريق التقنيات الحديثه والتكنولوجيا بالتاكيد باش نشوفوا احوال البعثه الجزائريه هناك وايضا نوصلوا معك فقره الدين والحياه من الكعبه الشريفه ونوصلوا الحديث ايضا عن الاركان شكرا مم. جزيلا لك الاخير اللي <applause> هو السعي لازم <applause> نكملوه بعد طواف الافاضه يجي السعي دائما السعي <applause> بين الصفا والمروه بين الصفا والمروه هذا ركن من اركان الحج بهذا يكون الحج قد كمل كل ما حجا داعه. كاملا وربي يقبل إن شاء الله جميع مح... الجميع. حج مقبول إن شاء الله الناس اللي ما... ما حجوش إن شاء الله ربي يوفقهم للحج إن شاء الله أدعي أدعي ما ليش لهم فاطمة الشيخ كي وقت ما قلين نفكرك أنا رح نفكرك بيعت أكيد راح نذكرك إن شاء الله إن شاء الله هذا العام ربي يقبل إن شاء الله إن شاء الله أتمنى لهم حج مبارك إن شاء الله هذه الشعيرة ونختم اللي... بمناحظة مهمة <تفضل> أنه الحج ما هوش غير للشيوخة الشباب كما كما محمد ان شاء الله ان كنت استطيع نعم. ساحج بالتاكيد هذا الرياضي اللي شفناهم مم. ان شاء الله من ينوي الحج ودمهم صغار وعندهم صحه راح يتمتعوا وصلت الرساله صحيح فضل الشيخ بارك الله فيك على كل احنا بينا شبابنا لما يخموا في الحج هذا شيء شيء عظيم جدا باش الشباب الان يخمموا في المتع الدنيويه والمحرمات هو يخمم في الحج ويدفع دراهم ويروح يروح للحج معناها هذا توفيق تاع ربي سبحانه عظيم جدا ان شاء الله ربي يحمي شبابنا جميعا ويوفقهم ان شاء الله